احتباس البيض مشكلة بتقابل هواة كتير وبتبقى مش عارفة تتصرف ازاي. هنعرف مع بعض النهاردة علامات احتباس البيض عند الأنثى عشان تقدر تحدد اذا كانت الأنثى عندها احتباس بيض ولا لا، لان دايما في هواة كتير بتتسرع وبتبقى الأنثى مش عندها احتباس بيض، وبالتالي التدخل في الوقت الغلط ممكن يضر الأنثى. الأنثى اللي قدام حضراتكم ديت بتضع بيض ما شاء الله، لو لاحظنا هنلاقيها ان هي بتتفقد العش، وهنلاقي ان المنطقة اللي عند الرمل اللي فيها الجولدن ديت مرتفعة شوية، وهنلاقي طبعا في انتفاخ عند البطن، ده دليل على انها مكونة بيضة وبتضع بيض. الأنثى اللي عندها احتباس بيض هنلاقيها واقفة في أرضية القفص، دي من أهم علامات احتباس البيض، هنلاقي إن الأنثى راقدة في أرضية القفص، الأنثى مش قادرة تتحرك، ممكن تبقى ساندة على جناحاتها، ممكن تبقى ساندة على المنقار كمان، هتلاقيها نفش الريش خالص اللي عند المؤخرة أو اللي عند منطقة الإخراج، وهتلاقي المنطقة دي منتفخة جدا. هتلاقي طبعا إن هي مش قادرة تخرج الفضلات، والفضلات دي شيء خطير، لأن احتباس البيض لما بيطول بيسبب إن الأنثى ممكن يحصل لها تسمم نتيجة احتباس الفضلات ورا البيضة، يعني البيضة بتخلي الفضلات مش قادرة تخرج وبتمنع خروج الفضلات اللي ممكن تسبب تسمم للأنثى. زي ما انتوا شايفين الأنثى اللي معانا ما شاء الله حركتها عادية، وبتتحرك وبتتفقد الأكل وبتتفقد العش. احنا في الوقت دوت مش محتاجين ان احنا نتدخل او نعمل اي حاجة، احنا بس اهم حاجة ان احنا نتابع الأنثى باستمرار، وطول ما انت متابع طيورك بصورة مستمرة ان شاء الله تقدر تلحق اي حاجة تحصل بسرعة عند الطيور. لو لا قدر الله حصل احتباس بيض ممكن ان احنا نتدخل بحاجات بسيطة جدا، زي ان احنا نحط مثلا ورقة خس، او ان احنا نحط قطعة خيار. طبعا الخس والخيار فيهم نسبة الياف هتساعد الانثى على وضع البيض، كمان الخس فيه نسبة زيوت كويسة هتساعد برضو الانثى على خروج البيضة. ممكن نحط مثلا قطعة قشر بطيخ، قشر البطيخ فيه نسبة مية والياف كويسة، كل دوت حاجات بتساعد الانثى على سهولة خروج البيضة. طب ايه اصلا اللي بيسبب احتباس البيض؟ احتباس البيض له اسباب كتير، من اهمها ممكن تكون الأنثى اشتغلت عدة عشوش ورا بعض، يعني كل ما تخلص عش تبدأ في عش جديد، فبالتالي طبعا طول ما هي بتشتغل عش ورا عش ورا عش وبتضع بيض، فنسبة الكالسيوم بتبدأ تقل في جسمها، فبالتالي بتيجي بعد كده يحصل عندها مشكلة احتباس البيض، لأن ممكن تكون قشرة البيضة بقت ضعيفة فهي مش قادرة تزق البيضة تخرجها. كمان لو في حاجة خوفت الأنثى ممكن الأنثى تتحرك حركة عشوائية، مما يسبب إن البيضة تتقلب جوه العصفورة، وطبعا البيضة بيبقى ليها اتجاه معين للخروج، لو البيضة اتقلبت العصفورة مش بتقدر تخرج البيضة من الناحية التانية، لأن الناحية التانية بتبقى الناحية العريضة من البيضة. فكل دي أسباب ممكن تسبب إن يحصل احتباس بيض. في ناس بتقول إن الأنثى البكرية ممكن يحصل لها احتباس بيض، لكن انا عندي مفيش الحمد لله اي مشكلة حصلت مع انثى بكرية. الانثى البكرية كل الفكرة ان هي ممكن تتأخر شوية على ما تحضر عنقود البيض، لكن ما بيحصلش اي مشكلة الحمد لله مع الانثى البكرية. طيب لو اتأكدنا ان في حالة احتباس بيض، اول خطوة بنعملها بنجيب زيت زيتون زي ما حضراتكم شايفين كده، دي سرنجة فيها زيت زيتون. كل اللي انا بعمله بحط نقطة او نقطتين زيت زيتون في بق العصفورة، ونقطة او نقطتين زيت زيتون بزقهم عند المخرج. زيت الزيتون بيبدأ ان هو يغلف البيضة ويساعد على انزلاق البيضة وخروجها من المخرج، وطبعا لازم نتابع العصفورة في خلال ساعتين من وضع زيت الزيتون، ان شاء الله نلاقي البيضة خرجت على خير، ولو ما خرجتش بنبدأ ان احنا نساعد الانثى ونخرج البيضة يدوي. اهم حاجة ان احنا نزق البيضة برفق جدا عشان ما تتكسرش داخل الانثى. كمان طبعا لازم بعد ما نخرج البيضة نخرج كل الفضلات المحتبسة ورا البيضة، لان الفضلات ديت ممكن تسبب حدوث تسمم للانثى، لان بتبقى كمية فضلات كبيرة جدا،
يعني مش هتتخيل كمية الفضلات اللي هتخرج من الأنثى بعد خروج البيضة المحتبسة داخل الأنثى. دي الطريقة اللي احنا بنخرج بيها البيضة المحتبسة بمنتهى البساطة من غير ما نضر الأنثى. طبعا الأنثى اللي حصل عندها احتباس بيض لازم ان احنا نريحها فورا، منخليهاش تكمل دورة انتاجية، وبنبدأ ان احنا نريحها في مطار ونهتم بالتغذية بتاعتها ونقدم لها ألياف ونقدم لها جرعة مكثفة من الكالسيوم بحيث ان احنا نحل اي مشكلة تسببت في حدوث احتباس البيض. يا رب يكون الفيديو سهل وواضح لحضراتكم. اي استفسار ابعتولي في التعليقات. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هاوي عصافير الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.